وهسه مشاهدينا نورنا بالاستوديو الدكتور محمد سامي اختصاص المختبرات الطبية، وهو اليوم راح يقول لنا ليش مو زين على الصحة إذا شربنا كوب عصير. مساء الخير دكتور، رمضان كريم، كل عام وانت بخير. عليك دكتور، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. آمين يا رب. دكتور، هل فعلا احنا اليوم إذا شربنا كوب يوميا خلينا نقول جلاس عصير يكون مضر بالصحة؟ طبعا هاي اللي متداول يمنا انه كل ما نفطر موجود على سفرتنا العصائر. نعم. وكل البيوت تقريبا. صح. فاذا انت تصدق انه كل يوم تشرب جلاس عصير ممكن يسبب زياده بالوزن بالاطفال وبالكبار. طبعا هسه تقولون شلون انه العصائر هو كله بيه فيتامينات وفواكه ويعني مواد مفيده للجسم. انا هسه اقول لكم ليش. طبعا الكبد اول ما تاخذ السكر اللي انت تاكله خاصه خلينا نقول بالفواكه، خلينا نحكي الفواكه وعصائر. الفواكه شنو تسوي؟ انه راح تاخذ كميات مفيده من هذا الجسم وتكون راح تنتظم وتنهضم بشكل جيد باعتبار انه هذا الفواكه ما فيه نسبه كبيره من الفركتوز من تاكل فاكهه واحده. نعم. بس من تجي تاخذ العصائر اللي هي متكونه من فركتوز هواي ومن عصر اكثر من فاكهه. نعم. خلينا نقول من برتقال 10 برتقالات يلا تسوي لك كوب عصير هواي فركتوز. فشنو تسوي الكبد؟ الكبد ما راح خلينا نقول راح ما تتحمل كل هاي الكميه من الفركتوز. شو تسوي الكبد؟ راح تتحول هاي الكميات الكبيره الى الدهون وبالتالي يسبب لك زياده بالوزن. وطبعا يعني احنا الاطفال اللي هم اصغر من 6 سنوات ما ننصحهم انه يشربون العصائر الفواكه. بدل ما انت تنطي عصير انطي فواكه وحده يعني بدون ما عصير وتاخذ فيتامينات بشكل افضل. حلو. واللي الاطفال اللي عنده رغبه كبيره واللي عنده هواي خلينا نقول حب للعصائر ممكن انه نقطع الفاكهه قطع ونخليه بجلاس مي ويشربها. هاي الطريقه يكون افضل من انه تنطي عصير ومعصر بشكل كامل. تكون فريش اكثر مثل ما نقول. أكثر. طيب أكثر. لكن اكو اليوم ناس ما يقدرون ياكلون الفواكه، يعني مو محبين للفواكه، فيقومون يعوضوه بالعصائر. زين احنا هنا انت ذكرت كل المعلومات المهمه، زين شلون بشنو يستبدلوها؟ طبعا هو كاستبدال العصير بهذا يعني شيء ما يعني مو مقارنه بهذا، ولكن الفاكهه بيه فائده اكثر بهواي. بس احنا نعم. اذا كلش يعني واحد انه يكره الفاكهه ممكن يعني هذا العصير ياخذ كميات قليله ما يكون جلاس كبير او يعني يفرط فيها، ياخذ كميات قليله خلينا نقول كل يوم يشربها عادي بس كميات قليله مثلا. نعم. ربع جلاسي بس على مود هاي الرغبه مالته تنتهي خلينا نقول. صحيح. نعم. نعم. طيب دكتور، يعني ايضا هم اكو هواي اشخاص يحبون يشربون عصير يقولون احسن من المشروبات الغازيه. بالضبط. ولكن اكو دراسه تقول انه المشروبات الغازيه يعني والعصير الطبيعي يعادلها بالسكريات الموجوده، هل هذا الشيء صحيح؟ لا طبعا، انا اعطيك مثال ما دام احنا موجودين من رمضان. نعم. يعني انت انت خلي خلينا نقول البيبسي او اني ثينج اللي هو بمواد غازيه خليه على الارض. شو شلون يا اطفال؟ زين انت معدتك فارغه. شو يسوي بكيس معدتك؟ يعني تخيل شو يسوي بكيس معدتك؟ اكيد يسبب لك تقرحات وهواي مشاكل بالمعده، فيا ريت الناس يبتعدون عن المشروبات الغازيه. وطبعا الفواكه اللي يعني جانب انه يزيد الوزن، ماكو فواكه خلينا نقول يسبب خساره بالوزن. شنو الفواكه اللي تزيد الوزن؟ اللي يزيد الوزن ممكن اللي هي مثلا احنا العنب، البرتقال، ممكن ايضا المواد اللي هي مثلا الموز مثلا. ايضا يصير زيادة. اما المواد اللي مثلا الفواكه اللي يسبب خسارة بالوزن مثلا هي الرمان وهي عرموط، الزبيب، التوت، الكرز، هذين يسببون خلينا نقول الخسارة بالوزن. واذا شربت الرمان كعصير يسبب لي زيادة بالوزن، واللي هي عكس ما انت تشربها كفاكهة يسبب لك خسارة. وهذا خلينا نقول الرمان اذا تشربها كعصير الى جانب اللي هو مفيد للرجال اللي عندهم خلينا نقول ضعف جنسي او مثلا، فهذا يسبب خلينا نقول تقويه بهذه الناحيه وايضا يسبب تكوين الحيوانات المنويه. نعم. فيفيد من هاي الجانب. نعم. طيب اليوم احنا بدنا نحكي يعني بس على العصائر، انه احنا على الضرر بدنا نحكي على الاضرار اللي تصيرنا من السكريات. العصائر الصناعيه لو حتى العصائر الطبيعيه همينا لها ضرر واحنا ما ندري. العصائر الطبيعية همين بس الصناعي أكثر بهواي، يعني ضعف ما الضرر مالته. فهسه إذا جبت مثال عصير برتقال. نعم. هواي ناس يقول اشرب عصير برتقال. صح. صح؟ أنا وحدة يعني من عندهم. كل ما يتمرض يقول عصير برتقال. صح. البرتقال يسبب مشاكل بالأسنان. ويسبب أيضا المشاكل بالقلب وزيادة الوزن. أما إذا أنا أكلت الفاكهة مو كعصير يقويني من الأمراض القلب
وايضا يعالجني او يقوي من وقاي كل الامراض السرطان. نعم. طيب دكتور اكو مثلا فواكه اذا عصرناها تكون عادي مفيده ونقدر نشرب العصير مالتها دائما؟ لو كل الفواكه يعني يفضل انه احنا ناكلها كفاكهه مو كعصير. كل الفواكه تحتوي على فركتوز، الفركتوز هو يعني المشكلة انه الكبد صعب على يعني هضمه وصعب انه يحلله، فشنو يسوي؟ المواد خلينا نقول ياخذ الكميه اللي يريده والكميه الزايده يسوي دهون، هو هنا المشكله من ناخذ نشرب عصير. طيب دكتور احنا اليوم حكينا على العصير والفواكه ونعرف احنا كل شيء فريش بفائده اكثر، لكن يمكن اللاينين الشخص ما يميل لهم. اليوم هل انت تنصح بالمكملات الغذائيه؟ هل هي تعوض على العصير والبرتقال مثلا عفوا والفواكه؟ لو لا لازم الاثنين حتى نعوض نقص الفيتامينات عندنا. شوفي هو اسمه مكمل غذائي. نعم. يعني انت تاكل الغذاء وهي مكمل، يعني خلينا نقول شيء ثاني، واحد يساعد الثاني. نعم. يعني اذا انت بدون يعني بس تاخذ مكملات بدون هذا ما راح يساعد وما راح تشوف نتيجه، ممكن تشوف نتيجه بس نتيجه خلينا نقول رديئه، ممكن النتيجه اللي احنا نتمناه او مو احيانا نشوف الناس مثلا ساني واحده من الناس مو كلش امين انا اشتلبت بالبرتقال بالفواكه يعني مو كلش امين للفواكه، يعني مرات كلش اضطر هو ليش اقول لك برتقال اشرب عصير برتقال، فلهذا المرات عندي مجموعه خلينا نقول الفيتامينات كادويه اني اخذهم حتى اعوض على الباقي النقصات الفيتامينات اللي دائما تكون عندنا. بالضبط صحيح. اكو ناس هواي ناس يسوون هذا، فاحنا شو نقول؟ عودوا اطفالكم على الفواكه. نعم. المهم من يكبرون يصير مثل عاده لهم ويستمرون عليها. صحيح. نعم. صحيح. طيب دكتور بما انه احنا بشهر رمضان المبارك ويمكن احنا بنصوم فترات طويله والجسم راح يحتاج لكميه سوائل اكبر، فالناس يمكن بهذا الشهر تتجه الى العصائر اكثر، بما انه انت حضرتك قلت انه العصائر مضره، المي وحده راح يكفي انه احنا خلينا نقول نسد كل هذه الكميه اللي محتاجيها من السوائل للجسم؟ لا يعني مي اوكي، بس احنا ممكن مثل ما قلت لك الفواكه مثل هي مهمه والفواكه بيها نسبه سوائل هوايه، فهذا تفيدنا. مثل البطيخ، البطيخ مشهور انه هي تقريبا 95% هي اللي بيه سوائل، وخاصه يفيدنا هنا السحور ويخلينا ما نعطش. بس يمكن هسه البطيخ يعني مو هالقد موسمه او هيك، يعني خلينا نحكي انه كهذا الشهر يعني شنو تنصح انه الناس يشربون ما عدا المي شيء يكون مفيد لهم؟ لانه احنا فاهمين انه العصير هو مفيد وصحي وطيب، واحنا دا نسوي بالبيت همين اكو هواي عوائل هم يحبون يعصرون الفاكهه بايدهم، يقولون يعني حتى نكون ضامنين انه يكون 100% طبيعي. نعم. وطلع مضر، المي وحده راح يكفيهم اذا هسه احنا بهذا الموسم يعني؟ صح، المي ممكن مثل ما قلت شلون ما نسوي للاطفال ممكن نسوي للكبار، انه نقطع الفاكهه قطع قطع ونخلي به، او مثلا نشرب اللبن ايضا مفيد، اللبن هم به فوائد هوايه. طيب دكتور بما انه احنا اليوم باجواء حلوه ومناسبات والكل دي يطلعون اكيد وتصير لمه حلوه بعد الفطور او على الفطور، ايش قد مهم الضحك او الضحكه تكون موجوده؟ او اكو ناس دائما نشوفهم عصبيين وقلقين ومتوترين، شنو فائده الضحك للانسان؟ طبعا البارحه كان يوم العالمي للسعاده طبعا، فاليوم من دوري نحكي على هاي الموضوع. طبعا الضحك هو هواي فوائد، يعني ما تتخيلون. نعم. من الفوائد انه يقوي من صحه القلب، يبعدك عن امراض السرطانات، يسوي مزاجك خلينا نقول مزاجك رايق بهذا اليوم، مو مكئب او بهذا الشيء، وايضا يقوي علاقتك الاجتماعيه بالناس، وايضا ينجذب الناس اليك، من انت تكون شخص فرفوش خلينا نقول الناس اكيد يعني وتعطي طاقه ايجابيه للناس دائما اذا انت تضحك ومبتسم. بالضبط. ليش دائما يقول لك جاور السعيد تسعد؟ اي انت مجاورتني فاكيد فرحانه اكيد راح نسعد. شكرا لك دكتور، شكرا لك ويانا، شكرا لتواجدك ويانا دكتور، شكرا لك.